بعد اختتام زيارته للرياض، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل اليوم إلى إسرائيل لبحث سبل إحياء عمليات السلام. رئيس مجلس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان للمنتجات والسلع الغذائية المخفضة بأرض المعارض. الجيش السوري يبسط سيطرته بالكامل على مدينة حمص بعد إجلاء مسلحي المعارضة من حي الوعر. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة من قناة نيل، أهلا بكم. يصل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل، حيث يجري محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك في ثاني محطات جولته الخارجية بعد المملكة العربية السعودية. ويزور ترامب القدس المحتلة بعدما أعرب عن تفاؤله حول إمكانية التوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي غدا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعشية الزيارة، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القدس ستظل دائما عاصمة للدولة العبرية. تصريحات نتنياهو جاءت خلال احتفالات بمناسبة الذكرى 50 لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية في حرب عام 1967. ويتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حائط البراق، ليكون أول رئيس أمريكي يزور الحائط أثناء توليه منصبه. للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا من رام الله الأستاذ صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أستاذ صالح، بعد التحية، ما هي قراءتك لزيارة ترامب إلى إسرائيل، خاصة وأنها ثاني محطات جولته الخارجية بعد المملكة العربية السعودية؟ يعني حتى هذه اللحظة لا أحد يستطيع أن يتنبأ ما الموقف الذي سيأخذه الرئيس ترامب بعد مؤتمر القمة العربي الإسلامي الأمريكي في الرياض. نحن نأمل أن يلتزم الرئيس الأمريكي ترامب بقرارات الشرعية الدولية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي مقدمة ذلك القرارات التي نصت على ضرورة إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 67 بما في ذلك القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين للقرار الدولي رقم 194. هذا الذي تم إبلاغه بهذا الموقف الفلسطيني عندما زار الأخ الرئيس أبو مازن واشنطن بالأسابيع الماضية، وأبلغ أيضا من قبل الرئيس السيسي، وبالأمس كرر الرئيس السيسي في كلمته التمسك بحل الدولتين، وأبلغ من قبل جلالة الملك عبد الله يعني، وبالتأكيد يكون أبلغ أيضا من قبل الرئيس قصدي من قبل جلالة الملك سليمان في السعودية بالأمس وأول أمس. طيب أستاذ صالح، يعني كيف تقرأ المفارقة بين تصريح ترامب قبل الزيارة بأنه متفائل حول إمكانية التوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وبين تصريح نتنياهو عشية الزيارة بأن القدس ستظل عاصمة للدولة العبرية؟ هذه الحكومة في إسرائيل برئاسة نتنياهو هي حكومة أقصى اليمين المتطرف في إسرائيل، التي تعتبر أن دولة الفلسطينيين فقط في قطاع غزة، وبأن الضفة الغربية بما في القدس الشرقية هي يهودا ما يطلق عليها يهودا والسامراء، وغالبية وزراء حكومة نتنياهو يعلنون علنا بأنهم ضد إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ونتنياهو وكل حكومته تتمسك
بقرار إسرائيل بضم القدس الشرقية وبأن القدس الشرقية والغربية هي العاصمة الأبدية لإسرائيل. وهذا الموقف مرفوض من قبل المجتمع الدولي، ونأمل أن يلتزم الرئيس ترامب بقرارات الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة التي تعتبر القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 67. والإدارة الأمريكية يعني نشرت في الإعلام الأمريكي خريطة إسرائيل في اليومين الماضيات، نعم، إنه بدها إسرائيل. لم تتضمن هذه الخريطة لا الضفة الغربية ولا قطاع غزة ولا الجولان السوري المحتل، والإسرائيليين انجنوا يعني إنه يعني هذا هل هو موقف أمريكي بهيك يعني. ونحن ننتظر لنرى نتائج زيارة بتل أبيب، وغدا هو سيكون أيضا في بيت لحم. نعم، أشكرك الأستاذ صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كنت معنا هاتفيا من رام الله. هذا وتستعد مدينة وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الثلاثاء، ويأمل الفلسطينيون أن تسفر زيارة ترامب إلى انفراجة في القضية وإحياء مباحثات السلام المباشرة المتوقفة منذ سنوات. أمال عريضة واستعدادات كبيرة توضع لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء لمدينة بيت لحم، إحدى اللافتات الضخمة حملت عبارة مدينة السلام ترحب برجل السلام. طبعا هذه زيارة هامة جدا في منطقة الشرق الأوسط، وبالنسبة للفلسطينيين جميعا يرحبوا بهذه الزيارة. علامات الترحيب الكبيرة تزامنت مع الاستعدادات الأمنية المكثفة، حيث حلقت عدة مروحيات عسكرية فوق مدينة القدس المحتلة في تدريب قبل وصول ترامب. تم وضع الخطة اللازمة من أجل تأمين زيارة السيد الرئيس الأمريكي إلى فلسطين من خلال زيارته إلى مدينة بيت لحم، وتم وضع أيضا خطة مرورية من قبل شرطة محافظة بيت لحم لتأمين خط السير وتأمين أيضا الطرق البديلة التي سيسلكها المواطنون خلال فترة الزيارة. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس ترامب مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم على أمل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بعد أن أصابها الكثير من الجمود خلال الفترة الأخيرة بسبب التعنت الإسرائيلي غير المبرر، حيث تأتي الزيارة في الوقت الذي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القدس ستظل دائما عاصمة الدولة العبرية على حد زعمه، وذلك عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية قد أكدوا في ختام قمة تاريخية جمعتهم في الرياض أمس على شراكة الوثيقة فيما بينهم لمحاربة التطرف والإرهاب. وأعلن البيان الختامي للقمة العمل على تشكيل قوة احتياط قوامها 34 ألف جندي لدعم العمليات ضد المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا. بحضور نحو 50 من قادة وزعماء ورؤساء وممثلين لدول عربية وإسلامية من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقدت بالعاصمة الرياض القمة العربية الإسلامية الأمريكية تحت شعار العزم يجمعنا لاستشراف مستقبل جديد من الشراكة الاستراتيجية بين العالمين العربي والإسلامي من جانب، والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، في ضوء ما تمر به المنطقة من تحديات جسام ألقت بظلالها على أجزاء أكثر اتساعا بالعالم. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية ستوثق التحالف ضد التطرف والإرهاب، مشددا عزم بلاده محاربة التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش. أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس من الإشراف، ولا شرف بارتكاب جرائم القتل في الإسلام دين السلام والتسامح، وقد حث على إعمار الأرض وحرمت التهلكة
والفساد فيها. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح خلال كلمته أن بلاده بصدد إطلاق استراتيجية جديدة في مواجهة العنف والإرهاب لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، داعيا إلى عدم توفير ملاذات آمنة للإرهابيين وتكفيف منابع تمويلهم. تعهدته خلال الخطاب الذي قدمته في الافتتاح للشعب الأمريكي بتقوية الصداقة الطويلة القديمة وبناء شراكات جديدة في إنشاد السلام. كذلك وعدت بأن أمريكا سوف لن تسعى إلى فرض طريقتها في الحياة على الآخرين، إنما لتمديد اليد في روح شراكة. نظرتنا هي نظرة سلام وأمن وازدهار في هذه المنطقة وكل بقاع العالم. هدفنا هو ائتلاف دول تتشارك الأهداف للقضاء على التطرف والإرهاب. الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم إيران بتأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية بالمنطقة وسعيها إلى زعزعة استقرار دول عدة من بينها سوريا واليمن ولبنان. الرئيس السيسي من جانبه عرض لرؤية مصر لمواجهة الإرهاب عبر تبني مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية والتي تعتمد على عناصر عدة من بينها مواجهة التنظيمات الإرهابية كافة دون تمييز. تعلمون جميعا أن مصر تخوض يوميا حربا ضروسا ضد التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء، نحقق فيه انتصارات مستمرة وتقدما مضطردا. نحرص على ضبط وتيرته ونطاقه بحيث يتم استئصال الإرهاب بأقل خسائر ممكنة مع الحفاظ على أرواح المدنيين من أبناء شعبنا العظيم. إن معركتنا هي جزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب، ونحن ملتزمون بهزيمة التنظيمات الإرهابية وحريصون على مد يد العون والشراكة لكل حلفائنا في المعركة ضد تلك التنظيمات في كل مكان. الرئيس السيسي أعاد التأكيد على مبادرته لتصويب الخطاب الديني مبرزا الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في هذا الشأن. إنني أتابع تنفيذ هذه المبادرة مع المؤسسات الدينية العريقة في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف بما يمثله من مرجعية للإسلام الوسطي المعتدل، وبالتعاون مع قادة الفكر والرأي في العالمين العربي والإسلامي. وأوضح الرئيس أن الإرهاب يملأ كل فراغ ينتج عن غياب مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا أن مصر قدمت نموذجا لاستعادة مؤسساتها وأن الشعب المصري مستمر في بناء دولته بخطوات ثابتة نحو الإصلاح على كافة الأصعدة. إن مواجهة خطر الإرهاب واستئصاله من جذوره يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية. وهنا يكون السؤال الحقيقي الذي يحتاج لمعالجة جادة وصريحة هو كيف يمكن تفعيل هذه المقاربة الشاملة على أرض الواقع وفقاً لأي أساس؟ ثلاث قمم عقدت بالرياض على مدار يومين ترسم لملامح جديدة لمستقبل التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب والعالمين العربي والإسلامي من جانب آخر، وتضع أسسا مغايرة لشراكة استراتيجية في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، شراكة يقول مراقبون إن من شأنها حلحلة بعض أزمات المنطقة ورسم خريطة جديدة من التوازنات الإقليمية. من العاصمة السعودية الرياض، علاء رشوان، أني. افتتح اليوم رئيس الوزراء شريف إسماعيل معرض المنتجات والسلع الغذائية المخفضة أهلا رمضان بأرض المعارض. يقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 198 شركة منتجة ومستوردة للصناعات الغذائية والسلع الأساسية من القطاعين العام والخاص. وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها حصلت على تعهدات من المنتجين بتقديم تخفيضات حقيقية تتراوح بين 20% و30% مع الالتزام ببيع كافة السلع بأسعار الجملة. للمزيد من التفاصيل والمتابعة انضم إلينا هاتفيا من أرض المعارض مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف، يعني انقل لنا أجواء معرض أهلا رمضان، سواء من حيث يعني مراسم افتتاحه بحضور رئيس الوزراء أو من حيث إقبال المواطنين على المعرض. نعم، يعني بالفعل افتتح منذ قليل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجاره والصناعه والدكتور علي المصلحي وزير التموين وبحضور اعضاء ورئيس الغرفه التجاريه الاستاذ احمد الوكيل والدكتور علاء عز امين الغرف التجاريه. قام رئيس الوزراء بجوله داخل اروقه معرض اهل رمضان المقام في مركز القاهره للمؤتمرات، وقام بتفقد الاجنحه الخاصه بهذا المعرض والشركات العارضه والتي تصل الى
202 شركة عارضة في هذا المعرض وبتخفيضات تصل إلى 30%. هذه التخفيضات يعني جاءت بعد أقليل حلقات التداول بين البائع والمشتري عن طريق يعني الاتفاق مع الشركات المستوردة والشركات المصنعة للسلع الغذائية الأساسية لعرض منتجاتها في هذه المعارض المنتشرة في 112 فرع على مستوى الجمهورية لعرض هذه السلع بسعر الجملة وإعطاء المواطن المصري البسيط هذه السلع دون تكلفة النقل أو تكلفة يعني الربح الذي يحصل عليه المحلات الصغيرة أو ما يسمى السوبر ماركت. وزير التموين الدكتور علي المصلحي أشار إلى أن المعرض قد يمتد إلى نهاية شهر رمضان خاصة إذا كان الإقبال كبير. وبالفعل نحن مع يعني بدء افتتاح المعرض للمواطنين منذ حوالي 5 دقائق شهدنا إقبال كبير على أبواب معرض أهل رمضان في مقر في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. نعم شكرا لك أشرف مبارك مراسل النيل، كنت معنا هاتفيا من أرض المعارض. من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل حرص الحكومة على استعادة كافة الأراضي المملوكة للدولة والمعتدى عليها والانتهاء من إزالة التعديات وفقا لتوقيتات محددة. جاء ذلك خلال ترأس إسماعيل اجتماعا أمس لمجلس المحافظين بحضور عدد من الوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها. استعادة كافة الأراضي المملوكة للدولة والمتعدى عليها بما يحفظ لها حقوقها وهيبتها هو ما أكد عليه اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذي استهدف متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها وما تم إنجازه على أرض الواقع في هذا الصدد، حيث طالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالإسراع في إجراءات الإزالة بما يضمن الانتهاء منها وفقا للتوقيتات المحددة. وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف أكد خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع أن رئيس الوزراء وجه بضرورة توفير معدات إزالة إضافية للمحافظات وفقا لاحتياجاتها. السيد رئيس الوزراء خد قرار في أن هو توفير كل السبل لتوفير المعدات اللازمة لإنهاء من إزالة التعديات وإرجاع الأرض للوطن قبل 30/6، وبالتالي وافق على أن المحافظين يقوموا بالتأجير أو بتوفير كل ما هو مطلوب. كما أكد الشريف أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة الإسراع في البت في طلبات التقنين المقدمة من جانب المواطنين الذين أثبتوا جديتهم. التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين، يعني ما ينفعش إن حد عايز يقنن أوضاعه ويقعد بالشهور أو بالسنين منتظر هذا. وحول حجم إزالات التعديات على أراضي الدولة أكد وزير التنمية المحلية لقناة النيل أنها متغيرة بشكل يومي، مضيفا أنها تراكمت عبر عقود. حجم الإزالات بيتغير كل ساعة، فأنا بستأذنكم إن إحنا هنقول لحضراتكم حجم الإزالات والموجودة في كل محافظة من المحافظات، بل هتعلن الكلام ده على كل قصر، كويس؟ بس ده بيتغير، حضرتك هتقول النهاردة، هتقول دلوقتي رقم هو بتاع امبارح بالليل، كويس؟ دلوقتي اتغير، بكرة هيتغير، فعشان ما نعملش تشويش، كويس؟ هناك حصر ومتابعة ودق، غرفة عمليات في كل محافظة، غرف عمليات بتتعمل على الايه؟ بتجمع هذه الموضوعات. كما أكد وزير التنمية المحلية على أنه تم بدء العمل في تعديلات تشريعية للتعامل مع التعديات والعقوبات المقررة من خلال منظومة كاملة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة. الدولة تتصدى بكل حسم وقوى لحالات التعدي على أراضيها، ولا توجد قوائم مرصودة لأشخاص محددة في مجالات التعدي على أراضي الدولة، رسالة مهمة أكد عليها اجتماع مجلس المحافظين الذي خرج بعدة قرارات. من مقر مجلس الوزراء ولاء الحديني، النيل.
يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار بمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية دول منطقة المتوسط في جزيرة رودس اليونانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد أن المؤتمر ينعقد العام الثاني على التوالي بمبادرة يونانية، ويعد بمثابة إطار جديد للتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة وبالأخص منطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يلقي شكري كلمة خلال المؤتمر تتناول الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة، استنادا إلى مرتكزات السياسة الخارجية المصرية التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية في مواجهة الجماعات الإرهابية. تمكن الجيش السوري من بسط سيطرته بالكامل على مدينة حمص للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات بعد الانتهاء من عمليات الإجلاء من حي الوعر. ويأتي إجلاء الدفعة الأخيرة بعد نحو 2 شهر من التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمسلحين برعاية روسيا يقضي بإجلاء آلاف المسلحين والمدنيين الراغبين من حي الوعر على دفعات خلال فترة أقصاها 2 شهر. وللمزيد من المتابعين ضم إلينا هاتفيا من دمشق مراسل النيل أنور رعد. أنور، يعني حدثنا عن تطورات الوضع الميداني في حمص كما تابعتها خاصة بعد تمكن الجيش السوري من بسط سيطرته بالكامل على المدينة. نعم أحمد، بس لو سمحت دعني أبدأ من مدينة درعا في جنوب السوري، حيث بدأ الجيش السوري يومه اليوم بفتح هجوم لإرهابيي جبهة النصرة في حي المنشية في منطقة درعا البلد، حيث استهدفت التنظيمات الإرهابية المتواجدة في أحياء درعا البلد حي السحاري بما يزيد عن 20 قذيفة هاون منذ الصباح الباكر اليوم الاثنين، تزامنا مع محاولات اعتداء بالأسلحة الثقيلة والقذائف أيضا على مواقع الجيش السوري في حيي المنشية وسجنة. وتقوم الآن وحدات الجيش السوري بالرد المباشر على مصادر إطلاق القذائف والنيران بهدف إسكاتها وتحقق إصابات مباشر خسائر في صفوف التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة ما يعرف بهيئة تحرير الشام. أما بالنسبة لحمص، مدينة حمص التي تمنى وتغنى الإرهابيون بجعلها عاصمة لثورتهم المزعومة، يستعد أهلها للبدء بمرحلة جديدة من حياة مدينتهم عنوانها الأمان والعمل بنشاط لإعادة إعمار حمص وبهمة الجيش السوري، والتي أغلقت يوم أمس فصلا من فصول الإرهاب وإزعه الذي طال أهالي المدينة بمختلف أحيائها. وأكد محافظ حمص طلال البرازي أن بعد إتمام خروج الدفعة الأخيرة يوم أمس من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة، أصبح الحي خاليا من السلاح والمسلحين، وسيتم الدخول إلى وسط الحي لحماية الأملاك العامة والخاصة بعد الانتشار الكامل لقوى الأمن الداخلي الذي بدأ منذ يوم أمس. والأهالي المهجرين منذ أكثر من 3 سنوات سيدخلون إليه اليوم بعد أن أصبح آمنا، حيث ستقدم الجهات المعنية جميع التسهيلات اللازمة لهم. وأوضح محافظ حمص أحمد أن عناصر الهندسة تتابع أعمالها داخل الحي لإزالة مخلفات التنظيمات الإرهابية من عبوات ناسفة وألغام ومفخخات، ولا سيما في مقراتها حفاظا على أرواح المواطنين. وعناصر الهندسة تكملت أعمالها وإجراءاتها حول الحي يوم أمس، واليوم ستدخل إلى الحي وانتقلت إلى الأبراج والشوارع المحيطة به. أحمد لو سمحت، هناك تطور لافت في دمشق أو في جنوب دمشق في حي اليرموك قصرا، حيث بدأ تنظيم داعش الإرهابي بتجهيز نفسه للخروج من منطقة مخيم اليرموك، وأذاع مساء يوم أمس الأحد في مساجد مخيم اليرموك أن على المواطنين الراغبين بالخروج من المخيم أن يسجلوا أسماءهم في نقاط حددها تنظيم الإرهابي في خطوة منه لتسليم مواقعه إلى الجيش العربي السوري. كما قام التنظيم الإرهابي تنظيم داعش بتوزيع منشورات في المخيم تؤكد نيته الخروج وتسليم مواقعه للجيش السوري. وتشير المصادر لتلفزيون النيل من المتوقع أن تخرج الدفعة الأولى من مسلحي داعش من مخيم اليرموك خلال الأيام القليلة القادمة. نعم أحمد. نعم، أشكرك أنور رعد مراسل النيل، كنت معنا هاتفيا من دمشق.
أعلنت كوريا الشمالية أنها مستعدة لنشر وبدء إنتاج كميات كبيرة من الصواريخ متوسطة المدى القادرة على الوصول لليابان والقواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية هناك، وذلك عقب تجربة صاروخية أكدت أنها ناجحة في تحدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويعتقد أن الصاروخ الباليستي متوسط المدى الذي اختبر أمس قادر على الوصول إلى اليابان وعدة قواعد عسكرية أمريكية رئيسية في البلاد. وأقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الصاروخ بات جاهزا لاستخدامه في عمليات عسكرية، مشيرة إلى أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف بنفسه على التجربات الصاروخية. وختاما لهذه النشرة إليكم تذكرة بأبرز عناوين أخبارها. بعد اختتام زيارته للرياض، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل اليوم إلى إسرائيل لبحث سبل إحياء عمليات السلام. رئيس مجلس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان للمنتجات والسلع الغذائية المخفضة بأرض المعارض. والجيش السوري يبسط سيطرته بالكامل على مدينة حمص بعد إجلاء مسلحي المعارضة من حي الوعر. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.